الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شاب عساكم طيبين. طبعا بهالفيديو راح اسوي لكم شرح اللي هو هذا البرنامج اللي قلت لكم عنه بالفيديو اللي طاف. برنامج يتيح لك الفرصة ان انت تنزل البرامج اللي على الابل ستور، سواء كانت المدفوعة او الغير مدفوعة، على جهاز الايباد او الايفون او الايبود، مجاني بدون جيل بريك. طبعا نبدأ بسم الله بالشرح. اول شيء راح احط لكم شنو هذا، راح احط لكم رابط، هذا الرابط بالدسكربشن، رابط تحميل البرنامج. طبعا سهل ما يبلى شيء، رابط ميديا فاير، تضغط داونلود، تنطر لين يتحمل. بعدها راح يطلع لك هذا الملف، تدخل عليه. طبعا هذا السيت اب، تدخل عليه. طبعا هو البرنامج الصيني، فاول شيء راح يقول لك ملف، فتح الملف، تحديد عنوان، تريد تشغيل. طبعا تشغيل تطلع على طول. اوكي، راح يقول لك هل ترغب في السماح؟ نعم. طبعا انت قاعد تضغط لكن ما يطلع لك شيء. نعم، نيكست نيكست نيكست. طبعا هني هذه النيكست، طبعا ما تفهمون ولا شيء ادري لان البرنامج صيني، فانت قاعد تضغط نيكست وهني تحط الموافق على الشروط وتكمل تكمل تكمل. بس انا راح اسوي الغاء لان انا عندي البرنامج. بعد ما تسوي كل الاشياء اللي يبونها راح يبدا يسوي انستول، وراح يحط لك نسخه موجوده على الديسكتوب، وايضا راح يحط لك نسخه موجوده بقائمه الابدا او ستارت. فخلونا ندخل عند البرنامج. البرنامج سهل جدا، ما يبي الا اي شيء. طبعا انا انصح انك قبل ما تشغل البرنامج تكون موصل الايباد او اي جهاز انت تبيه باللابتوب، على اساس انه يكون معرف على اللابتوب، على اساس لما تيجي تدخل على البرنامج تحصل الجهاز موجود. فانا الحين ابي اوصل الايباد. طبعا انا نسيت اقول لكم شنو تحتاجونه، بس تحتاجون بهذا الشيء، تحتاجون لابتوب والايباد او الجهاز اللي انت تبي تنزل عليه. ووصله توصل الايباد او الجهاز اللي انت تبي باللابتوب، اللي هي اصلا وصله الشحن، مجرد ما انك تشلعها من البلاك وتركبها. مثل ما شايفين انا مجرد ما اني وصلت الايباد باللابتوب على طول ظهر عندي بالبرنامج مؤيد ايباد. طبعا انا مسمي ايبادي مؤيد، فراح يطلع مؤيد. اما اذا انت مو مسمي جهازك راح يطلع مثلا ايباد، او بس يطلع ايفون، او على حسب اسم الجهاز. طبعا انا ما ادري ايش في الحين، مو قاعد اطلع الابلكيشن. هني المفروض انه يطلع، لحظه بس شوي ثواني، انا اتوقع انه لازم افتش القفل عشان يطلعون البرامج. فخلونا نجرب. للحين ما صار، الحين نجرب مره ثانيه. ندخل على البرنامج، معلش ما ادري ايش مشكلته. هل ترغب بالسماح؟ اي نعم. اوكي نروح على، ايوه كان قاعد يسوي لودنج. المفروض انهم الحين يطلعون، المفروض يعني. فخلونا الحين ما لنا شغل بهذا، بعدين معلش بعدين نجيك عليه. طريقه تحميل سهله جدا، مجرد ما اني اوصل الايباد باللابتوب، وبعدين اختار اسم البرنامج، الابلكيشن او اللعبه اللي ابيها. طبعا انا دورت لعبه خفيفه ما تحتاج تحميل طويل، يعني ما تحتاج مساحه كبيره وتطول على ما تتحمل، ومدفوعه. طبعا انتم شايفين نطرت على شويه قاعد اطلع لي كل الابلكيشنز الموجوده على الجهاز، مودرن كومبات، الالعاب الموجوده، سرفايفل كرافت، اي موفي، لاين، اشياء كل البرامج او الابلكيشنز الموجوده عندي بالجهاز. طبعا روح هنا، انا الحين طلعت لعبه ايدن، ممكن بعضكم يعرفها، هي نفس طريقة ماينكرافت جنة. فاللعبة مدفوعة ومساحتها مو كبيرة وايد، فعشان احملها قدامكم. طبعا عيب البرنامج الوحيد، عيبه الوحيد ان البرامج او الابليكيشنز الموجودة فيها ما تكون دائما على اخر تحديث، يعني تكون على التحديث اللي قبل الاخير، اللي قبل اللي قبله. فمثل ما شايفين بدأ الحين يحمل عندنا. انا النت عندي الحين شويه بطيء، فما ودي اطول عليكم، بوقف التصوير ولما يخلص تحميل راح ارجع لكم. اشوفكم بعد شوي. بدا هذا ولا شنو؟ ايه معليش. فالان يا شباب انا الحين خلصت، حملت البرنامج او حملت اللعبه اللي ابيها. راح تظهر عندي كلمه هنا على اليمين، مثل ما شايفين هني طالعت لي عند كل هالابلكيشنز لان انا مو مسوي لهم انستول على الايباد مالي. اما هذيله فالكلمه مختفيه مثل ما شايفين، مجرد ما اني اروح تطلع كلمه غير. فانا اتوقع ان هذه معناتها ان انستول،
فاحنا خلونا طبعا هذه اللي هني قائمة البرامج اللي انت تنزلها. فالحين خلونا نروح على المهم، اللعبة اللي هي ايدن اللي احنا نزلناها. تروح تضغط على الكلمة اللي يمها هذه، راح يبدأ يسوي انستول، ما راح يطول وايد، اقل من نص دقيقة وعلى طول يصير. لو كانت يعني ان شاء الله لو كانت جيجا ولا 1 جيجا ولا 2 جيجا على طول راح بسرعة يعني راح تثبت. مثل ما انتم شايفين لما نيجي هني قاعد ندورها راح نحصلها، مثل ما انتم شايفين موجودة. وخل جاي كرس على الايباد موجودة اللعبة. بس هذا كان الشرح، اتمنى انه كان واضح. الشرح جدا بسيط، البرنامج ابسط، ما يبي الا شيء. راح احط لكم رابط تحميل هذا البرنامج بالديسكربشن اللي تحتاج حقها اللي تحتاجه عشان تنزل او تطبق هذا الشرح. تحتاج بس لابتوب او كمبيوتر مع الجهاز اللي انت تبي تنزل عليه، مع وصله توصل اللابتوب بالايباد، وهي اصلا موجوده بكل بيت، موجوده عند كل شخص عنده ايفون ولا ايبود ولا ايباد، لان هي وصله الشحن. هذا كل اللي تحتاجه. راح احط لكم هم ما ادري اذا قلت لكم مليون مره، بس راح احط لكم رابط البرنامج هذا بالديسكربشن. وبس هذا كان المقطع، اتمنى ان عجبكم. يا ريت تضغطون لايك المقطع، وكن شاكر لكم جدا 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 اذا اضفتم فضله. لا تنسون تشتركون في قناتي اذا ما كنتم مشتركين، ولا تنسون تنشرون هذا المقطع للناس اللي ما عندها جيل بريك، للناس اللي حابه، للناس اللي حابه ودها انها تنزل ابلكيشنز مدفوعه بس ببلاش، لكن للاسف الشديد ما عندها جيل بريك. فنشروا هذا الفيديو على اساس يوصل للناس اللي ما عندهم جيل بريك، وتكونون انتم افدتوهم وساعدتوني بنشر هذا الفيديو بفادة الناس اللي ما عندهم جيل بريك. مرة ثانية اقول لكم مشكورين على المشاهدة، ومع السلامة.